إخوة المداخلة 6 مستوى نجاح. عيلة عفوا كان هيش هذا المحصل كان هيش. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنشكر الحضور الكريم، كنشكروا شباب الأحزاب. غير الإشكال اللي كاين أن عزوف الشباب على السياسة هذا اللي هو هذا موضوعنا. إشكال فيه كاين اللي خلى الشباب كيعزف على السياسة هو كالتالي، أن أحزاب ولات كتباع غير بعد 15 يوم تاع الانتخابات، من قبل 15 يوم تاع الانتخابات، يعني كدير واحد البرنامج ديالها كتوعد به الشباب في آخر المطاف فقط. كنشوفوا اعتدلوا 200,000 منصب، حوالي 200,000 منصب قالت لك غادي توفر سنويا، 4,000 منصب على المستوى الوطني لقاو فيه اشكال وما كانش كفاءات وما كانش كلشي كنعرفوا هذا الشيء. مسألة واحدة أخرى، أنت أن الانتخابات ما كانتش نزيهة وكلشي عارفينها، أن الانتخابات في المغرب وأتحمل كامل المسؤولية ولا أحمل المسؤولية جامدة، أنها ما كانتش نزيهة. لا، من بعد الحراك تاع الربيع العربي كانت واحد الحراك تاع نوفمبر فيفري اللي كان حيوم من هذا المنبر، كانت إصلاحات دستورية. نظام مشترك من أجل امتصاص غضب الشعب، غادي نديروا واحد الحزب إسلامي بحكم أن الناس تعيق فيه. أخي المطاف أبسط حاجة ما قدرش يلتزم بها، الكرافاطة، نجي لكم شي كنعرفوها من هو دارها، يعني كاين حوايج كتنزل عليه بزاف عليه، يعني هذا هو اللي خلى الشباب يعزف على السياسة. كيفاش أنت كتوعد بواحد الحاجة في أخي المطاف كتفاجئه؟ فيما يخص مسألة أخرى اللي كتخلي أيضا الشباب أنه كاين شي حوايج في الأحزاب ديالنا كيضحكوا حتى كيبكيو بصراحة. كاين شي حوايج مثلا الشباب كلشي باغي يخدم كلشي راه هادي مثلا طبيعة الحال، واحد كيبغي يمشي أنه يدفع بوليسي. الشوط الأول ما خصكش تكون في حزب، كي بغيتو غادي يدخل الحزب، وها مع العلم أن وزير الداخلية هو السي العنصر. يعني كيفاش غادي يثبت لهاد الشباب أنه غادي يزيد ويدخل؟ غادي تهرس من دروك، يعني هذا هو يعني حنا كنشكرو بكل صراحة وكنتحيو فيها كامل المسؤولية، حنا ماشي ديمقراطيين وعمرنا ما نوصلو، وهو هذا هو اللي خايفين عليه حنا كشباب وباغيين نحلو نشعل مستقبلا، أن كيف يعقل أن الشبيبات حركة ماشي الشبيبات حركية ماشي الشبيبات ماشي الشبيبات كنلقى واحد المشكل نتاع أنا كنت واحد الشباب أستاذ واحد كثير من جاك شيراك راه الولاية فات هذه الولاية الثالثة اللي تأسست هو كيتحاسب علاش لحقاش ودختو، هذا هو الإشكال. شكرا شكرا سي ياسين على الحلقة ديالو استاذة نجاة.